رويال البلجيكي بنباتي التركي الدورة الأوروبي الجولة الرابعة. وجهنا كيفاش وين بنابارتي الذي فاز بالأداء والنتيجة في هذه المباراة في الجولة الرابعة في الدور الأوروبي أمام رويال البلجيكي. يعني وين شأن كيفاش ميرارت الذي سجل وين شأن 3 أهداف في الشوط الأول، وين نقولوا في راباتي وين عرف كيفاش ينهي المباراة تاعو في الشوط الأول ب3 أهداف، الشوط الثاني عرف كيفاش يسير المباراة يعني في صالحه، سيرها في صالحه، وكانت مباراة يعني شيقة. شأن كيفاش ميرارت هاكين الذي سجل الهدف في الدقيقة 8، ماكس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 16، مارجيم اللي سجل هدف في الدقيقة 29، عرفوا كيفاش يمشوا المباراة، رغم أنها كانت وين نقولوا رويال البلجيكي وين حاول يعني في الشوط الأول والشوط الثاني من أجل تسجيل، لكن شنا بيراك الحارس تاع بيناباتي اللي أنقذ المرمى تاعو، شنا كيم من جاي، شنا فيليب، شنا مارسيل عرفان كان القهواجي، شنا ماكس، شنا خوسي يعني مارجيم كذلك. وين كانت المباراة وين شان ديغو روسي اللي دخل الدقيقة 64، يعني كانت مباراة ما بين مدربين خاصة في الشوط الثاني، يعني وين كانت المباراة في صالح نقولوا فيناباتشي، رغم أن بعض المحاولات يعني والاستحواذ من جانب رويال، لكن بدون جدوى أمام نادي يعرف كيفاش يفوز على في الشوط الثاني. هذه هي وين جانا كيفاش فيكتور من جانب رويال البلجيكي، فيكتور مايكل شانا بيتر، يعني وين نقولوا باللي المباراه هذه اللي كانت نقولوا باللي جان يعني في الحراسه، ريتشارد يعني سامويل يعني، وانتهت المباراه نقولوا باللي انتهت المباراه لصالح بيناباتي يعني بالاداء والنتيجه في الجولة الرابعة الدور الأوروبي رويال بلجيكي بيناباتشي التركي.